غنقولوا المباراه 20 دقيقه لعب، يعني المباراه وين نقول يلا ابراهيم خويا يعول على التمريرات مباراه وين بوليفيا، يعني وين المباراه هذه 20 دقيقه محتاجين هدف. لو نسجل هدف سوف نرى مباراه اخرى، لو نسجل هدف غادي تكون مباراه اخرى ان شاء الله. هذه خاص هذه المباراه خاصها هدف برك، خلي ان بوليفيا وراي تلعب في الوراء وتلعب بالمرتدات فقط، معروفين يعني تاع معروفين هذه المباريات خاصه تاع المنتخبات. كفر اي تاعنا لا شيء بها ولا معك منا، شيء بها ولا كان معك عطال منا صاحبيها، كان معك عطال. بعد اصابه ان شاء الله بربي تكون سلامات على بن سبعيني، اصابه اللي غادي تكون سلامات على بن سبعيني ان شاء الله بربي. خطأ كان واضح من هذه الزاويه على خوزي قوار. بوليفيا يتلعب بالرول بزاف، يلعب عملوا بخمسه 4-1 يعني المرتدات. اي تاعنا اي تاعنا اي الشايبي اي اي عطال اي عطال اي عطال اي عطال بعيدة هاي عند إبراهيم، بعيدة على إبراهيم، بعيدة ليح حول. أروح معه ليح حول خليها تروح، روح بعيدة. هيا إبراهيم هيا سياق إبراهيم هيا سياق إبراهيم كوفرو عندنا بيناتي باينه. معليش ما نبكوش نورمال بون. معليش ما نبكوش يا دوموندو الفارول. معليش نقلعوا ذاك البكا تاع بيناتي تاع الاربي تاع بنا نقلعوها. أي واحد توغاي بعد عليه شوية. أنتو الخطة تاعنا كي تعاود تولي. يا توغاي صاحبك توغاي مالك مالك توغاي. ثم أمين كويري لمسة من بالطلب إلى إبراهيمي ثم تعود لي مباراة سيئة 23 دقيقة سيئة مليحة. وين نقولوا بلي بوليفيا وين راهي مبلع اللعب، راهي مبلع اللعب عم يلعبوا لنا بخمسة 4-1 ويلعبوا على المرتدات. بوليفيا مازال ما خرجت، عرفتوها هاي مبلع. هي المحافظة على الكرة أفضل، ما نلبوش على الله، ما نلبوش مقايسة، لا تجيبهم كاع، خرجهم كاع وبعد أخدم. ياسين ممتازة بينه وبين كويري ضاعت، راحت كويري خويا بعيدة ضربتها بعيدة كويري. نبيل بن طالب الآن، كرة نبيل إلى أمين. مليحة هذه المباريات الودية، مليحة 24 دقيقة، مليحة هذه المباريات الودية، مليح نزيدو نفيتلو منها. ممتاز النقلات الكروية بين لاعبي المنتخب الجزائري، محاولة بناء اللعب. نبيل بن طالب كرة داخل منطقة جزاء منتخب بوليفيا. أي تاعك أروح ماندي لأمين توغاي، صح توغاي. رميز حذاري يراوغ بشكل ممتاز، تخاف مني. المنتخب الجزائري يقوم بتدوير الكره الان، يدور بولا ولا قوس لا دروات، يبحثوا على الثغره على فك الشفره في محاوله لجلب لاعبي منتخب بوليفيا. راهم يلبون باللعين على بالك، رانا نخرجوهم نحوسوا نخرجوهم ما خرجوش. من الجهه اليسرى واخرى على الجهه اليمنى يقوم بالتمريرات
بغداد بنجاح ممتازة الكرة ممتازة البناء أرضية داخل منطقة الجزاء محضر عن كويني مع أولاك نعم على بالك ضربات مفيده بصح ما عليش ما نبكوش عليها ما نبكوش عليها معليش ابراهيمي دور كبير في بناء حاولت المرور ممتاز ياسين 1-2 لكن لعب معاه عاود رد له زويري قالك باش تعطيها له اي عاودوا لي خويا من نبيل بن طالب في وسط الميدان متراجع منتخب بوليفيا كوكو يؤشر على مخالفة يؤشر على خطأ هذه تعني هذا هو البنت هذا هو البنت أي هذه تعني وخدمة هذه تعني عودة بن سبعيني إن شاء الله سلامات لبرايم أو رامي سبعيني نعم بن سبعيني أي بنت هذا هو اروح عنده يا ولد معاك منا عطار راه معاك يا صاحبي وحده بن طالب ولد معاه منا صاحبي معاك اخر كان معاك ولا ويرا عطار كان معاك وحده اعطي العطار خلي فينيتري لا بعيدا لا حاول ان يجرب خيارات لا بصح تسديد لازم تكادريها مشاء الله كان معاه عطال حط اعطيه خليه يخدم معليش عوده هنا بيناتي معليش ما نبكوش معليش انا ما نبكوش بكيات كملوا صاي إبراهيمي في وسط الميدان يتقدم ياسين يدور بالكرة قالك بوليفيا قالك فريق ضعيف أروح أنت لعب له فريق ضعيف بوليفيا قالك بوليفيا فريق ضعيف جدا تحت تصفيقه البولة جاي دورة ودي جاي دور البولة ما كاش القايس أضرب القدام روحه الصغار يطيحونه ما يدير والو شو يا بول مرتدات هما المنتخب الجزائري هذه الفرصه العرضيه ريان ما تزال الخطوره بوليفيه التصويب فوق المرمى الحصن هي ودي خويا يعطيك الصحه وسط الميدان كابريال في العميل ابتعدت هنا تدخل ريان ايتنوري في المكان المناسب ايتنوري خطره اخرى ضربها براسك قتال توش ما تحطهاش امك امك حطيتها لها بوليها ومالك تحذير من تضييع الكرة في مناطق المنتخب الجزائري لانه منتخب بوليفيا يمتاز بالنقلات السريعه يلعب لي كونتر اتاك بالخط نبيل بن طالب شوف ثلاثه لاعبين امام نبيل بن طالب في منطقه جزاء المنتخب الجزائري ونستغل هذه الوضعيه ايوه طلعي وبالعين المبرو قلت في اول ظهور له على راس العارضه الفنيه لمنتخب الجزائر بالتاكيد يبحث عن اول انتصار ما تزال هناك مباراه اخرى امام منتخب جنوب افريقيا بينما هذا كارلوس ساغو المدرب هذا تاع البرازيل هذا لونترينر كان يلعب كمدافع لعب في ساو باولو في سانتوس وكورينتيانس ولعب ايضا في روما في بيشكتاش التركي اي اخويا ايضا لعب مع منتخب البرازيل 37 مباراه كورني من 91 الى 2001 رايان ايتنوري لعبت الركنيه رايان ياسين ابراهيمي نبيل بن طالب رايان تعال حامل الكره شكرا من البول ايضا منتخب بوليفيا غارق كل المساحات عم بلع عم بلعين على ذلك ربتها انتصفت المباراة في شوطها الاول 30 دقيقة 31 دقيقة
ما يزال التعادل مشاهدينا متابعينا من دون أهداف هنا في ثاني مباريات دورة الفيفا فيفا سيريز 2024 أيضا الجزائر. هذه الثانية بول 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 ذاك رايان يا رايان اي تنوري ابراهيم كان حداك صاحبي اجمل له من ماك صاحبي كان حداك من الاول لعب معك باش تلعب مع هيندو هاولا باش تلعب مع هيندو هاولا وين راح ذاك اه يا صاحبي ها معليش 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 سدد بالقدم اليسرى ربما باش تلعب مع هيندو هاولا رد له معليش رايان اي تنوري يلعب بالقدم اليسرى وقوته هي في القدم اليسرى رامي الزروقي يستلم الكره في وسط الميدان نبيل بن طالب امامه لاعبين بن طالب خويا عيسى ماندي ثم من بلعين بلعين بوليفيا بلعين 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 رايم بلع رايم بلع خويا جميل انه لو يسجل المنتخب الجزائري تنتحل تنتحل بارتيات تنتحل بارتيات تنتحل الوطنيه للخضر في هذه المواجهه الخضر هو الافضل والاحسن لحد الان بوم ديار انا حاطين بولا نبدلوا اللعب راه اللعب يعني يتبدل روح 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 اي الحارس بينما هنا بحث مع الراس بغداد اش بغداد عادت لابراهيمي داخل منطقه الجزاء اوه شد له ابراهيمي كورنر 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 هيا هذا هو هذا هو البول تاعنا مليحه ودي مليحه ابراهيمي لا تكسح اخويا وعطيك صحة إبراهيمي وشد له لصقة قاطعكو وكما راح تكونين معليش 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 يتدخل ركنيات كثيرة تحصل عليها المنتخب الجزائري من دون جدول حد لحظة نتمنى أن تأتي هذه الركنية بالجديد إن شاء الله إن شاء الله هذا هو البول تاعنا إن شاء الله بإذن الله يا ربي يا ربي 30 دقيقة لعبت الركنية بين ريان يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا وان شاء الله بربي اللي دائما معكم بجديد اللي يمشي ابوني ابوني معنا وربي يحفظكم ويحفظنا معكم.